مرحلة بعد أخرى يتألق أحمد الركابي في أدائه الذي تفاعلت معه اللجنة وأشادت بمستوى احترافيته. فهل سيستمر أحمد الركابي في رحلته التصاعدية؟ نتابع معا المتسابق أحمد جمال الركابي من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب بالعالمين. صدق الله العلي العظيم.